بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حضرة المباشر، يا حضرة المباشر، حضرة المباشر، فليحفظ الإله آمون أبو بيس. فليحيى الكاهن كيموني قائم مقام ألخماهو. عسى أن يتقبل آمون طاعاتك. لطالما قلت إن الموقر أبو بيس رجل مؤمن، خلافا لمولاه الملك أمن حوتب الثالث. شتان ما بين إيماني وإيمان أمن حوتب. أنت تعلم أن الملك يحوز على رتبة نصف إله، فكيف عساه يكون عديم الإيمان؟ إنه عديم الإيمان، ومعه بوتيفار عزيز مصر. أنا على يقين أنك رأيته بنفسك غير مرة وهو يتطاول على آلهة المعبد وكهنته، أليس كذلك؟ بلى لقد رأيته،
ولكن يحق للآلهة أن تكلم بعضها بعضا، هذا ليس دليلا على الكفر، فالآلهة ليست كسائر الخلق، صحيح؟ وهل يحق للآلهة أيضا أن تفني بعضها بعضا؟ هذا من المحال. يا لك من غافل، أمر أمنحوتب بوتيفار بمهاجمة المعبد وكهنته وتدمير الإله آمون. لا أصدق كلامك هذا، لا أصدق كلامك، المحترم أمنحوتب لا يصدر هكذا أوامر. الخما هو الكاهن الأعظم لا ينطق بالكذب. سوف أصطحبك إليه كي تسمع منه بنفسك. إذا كان ما تقوله صحيحا فلا ريب أن الإله آمون سيعاقبهما بقسوة. لقد نال بوتيفار العقاب الذي يستحق، وسيأتي الدور على أمنحوتب لاحقا. ألم تطلع على تفاصيل فضيحة زليخة زوج بوتيفار مع بعض عبيدها الأجانب في القصر؟ تقصد أن الإله آمون صب لعنته على بوتيفار وزوجه زليخة؟ لا تشك أبدا في أن هذه الفضيحة قد أضرت بمكانة بوتيفار ومصداقيته أمام عموم أهالي مصر. إذا كنت راغبا سأصحبك إلى ألخماهو الكاهن الأعظم. أجل، هذا منتهى أملي ومناي، سأذهب بالتأكيد. بورك فيك، الموقر ألخماهو ليس حاضرا الآن، لكنني سوف أدخلك عليه فور أن يشرفنا بوصوله إلى المعبد. يوزار سيف رجل عفيف وطاهر. أنا سمعت أن زليخة كانت تطارده منذ مدة، وهي التي راودته عن نفسه غير مرة، لكن يوزار سيف ظل يصدها إلى أن ضبطا معا قبل بضعة أيام. ما جرى بينهما بات حديث المدينة. كيف استطاعت سليلة الأشراف والثاني امرأة في مصر أن تقترف مثل هذه الخيانة العظمى؟ وجب على بوتيفار أن يسفك دمها. تقول نسوة المدينة أن فتاها قد شغفها حبا، وإنها لما جيء على ذكر يوزر سيف أمامها خلال الحفلة تغير لون وجهها. ماهاري، إذا هوى القلب هوى بصاحبه. أؤكد لك، لقد عشقت يوزر سيف، ويوزر سيف لم يمكنها من نفسه. من البديهي حينها أن تفقد زليخة صوابها وتهجم عليه. أنا أكبر في يوزر سيف عفته وطهارته، ولكن لا يحق لأحد من العبيد أن يصد مولاته ويعصي أوامرها، لا سيما إذا كانت جميلة مثل زليخة. دعك منها، لكنني صراحة أظن أن زليخة عوقبت على ما اقترفه بوتيفار. ماذا تقصد؟ التقيت اليوم بكيموني أحد كهنة المعبد فكلمني لبعض الوقت. إنه يقول إن أمنحوتب الثالث وبوتيفار كفرا بالإله آمون وعزما على مهاجمة المعبد وتدميره. تقصد أن الآلهة دفعت زليخة إلى ارتكاب هذا الفعل كي تفضح زوجها بوتيفار؟ أنا أيضا لم أصدق كلامه. تعهدت مع كيموني على أن يصحبني إلى عند الكاهن الأعظم ألخماهو لأسمع منه تفسيره لما جرى. ارجعي إلى البيت الآن، وأنا يجب أن أذهب إلى القصر. اذهبي. يستطيع أتباعي أن يحيوا من بعد موتهم مثلما يبعث نهر النيل حيا بعد جفافه، وكما يستأنف نبات الأرض حياته بعد موت الشتاء. هذه مشيئتي فالتزموها. حنطوا أبدان موتاكم كي تظل حياتهم متصلة، وإلا فسيشملهم الموت ويحوطهم الفناء. ألم تروا أنني أعمد إلى أبدان موتاكم في جوف الثرى فأحفظها كما هي رغم تعاقب الدهور؟ هذه هي مشيئتي في من أطاعني وأرضاني من عبادي. أرضوني بالقرابين تقدمونها بين يدي، املأوا معبدي بالنفيس من الهدايا وبالمال الوفير كي أخلدكم من بعد مماتكم.
بديهوتي. أنا آمون إله الآلهة، أميز بين النظرة الواثقة وتلك المترددة. أنا أطالع في وجهك علامات الشك والجحود. سوف أصفح عنك هذه المرة، لكنك إذا عدت إلى استراق النظر فسوف تعاقب بالموت على جرمك. أستميحك عذرا، أعف عني أرجوك، أنا أتوب إلى آمون إله الآلهة. اصفح عني، أعف عني أرجوك، أرجوك. لقد بثثت فيكم الحياة جميعا، وجدت عليكم بالحياة السرمدية. سوف أنصرف من محضركم إلى حيث آوي كل ليلة ليستريح من عناء هداية الخلق ورعايتهم وتدبير شؤونهم، ولكي أهيئ نفسي ليوم الغد حيث أستأنف هداية العباد ورعاية أمورهم. آمون راض عنكم يا عباده الصادقين، إياكم أن تنسوا حق المعبد وكهنته. أرضوا الإله آمون بما تقدمونه من هدايا ونذورات. يا عالي المقام، كلمت أبو بيس مباشر مائدة أمن حوتب الثالث، حدثته عن كفر أمن حوتب وبوتيفار، ولكنه رفض أن يصدقني، فوعدته أن أحضره إليكم لاحقا كي يسمع منكم حقيقة كفرهما. تأكد من حضوره عندي. أمن حوتب يجب أن يعاقب بقسوة، ويجب أن تجتث جذور هذه العائلة من تاريخ مصر. إياك ألا يأتي. نال بوتيفار حصته من لعنة آمون، وسيأتي الدور على أمن حوتب. بالتأكيد يا مولاي. إذن عالي المقام ألخمه يعرف عما جرى بين يوزارسيف والسيدة زليخة. أجل، أطلعني بديمون على ذلك. إن ما فعلته زليخة قد جلب العار على المعبد، ويتوجب عليها أن تبرر تورطها، إلا أننا لن نسمح لبوتيفار بالتملص من الأمر. بعد أن افتضح أمر بوتيفار حان دور أمن حوتب. بعد القضاء على أمن حوتب لن يجرؤ أحد على الإله آمون. أفشوا هذه الحادثة في أرجاء المدينة كلها. يجب أن يفتضح أمر بوتيفار، يجب أن يعرف على حقيقته. قولوا إن رمز سطوة مصر، أعني بوتيفار، قد مكن عبدا أجنبيا من جميع شؤون قصره، وحتى من زليخة امرأته. ضبط عبده مع زليخة، لكنه كتم عليهما. إن الذي يمكن عبدا أجنبيا من جميع شؤون قصره لن يتوانى عن تمكين الأجانب من شؤون البلاد والعباد. قولوا إن مباشر قصر بوتيفار رجل كافر، وإن أمن حوتب وبوتيفار الكافرين قد عزما على تدمير الإله آمون ومعبد آلهة مصر. عليك أن تحرض الناس بالثورة على سلطان أمن حوتب. بلغوا الحاكم بوتيفار أنني سأحضر غدا إلى قصره لأتحرى عن الأمر. سمعا وطاعة. بوتيفار يجب
أن يسدد ثمن كفره ومعاندته للإله أمون. هل تعرفين عما يدور خارج هذه الحجرة؟ لما تسألين؟ وما الذي حصل؟ ما جرى بينك وبين يوزر سيف شاع وانتشر داخل القصر وفي كل أرجاء المدينة. لقد بات الجميع عارفا بتفاصيل ما حصل. ما الذي تقولينه؟ من الذي أذاعه؟ إذا علمت من هو فسوف أثنيه بيدي. وما أدراني، الحادثة التي يحضرها أكثر من شخصين يستحيل أن تبقى سرا. كنت أرقب مثل هذا اليوم، خطر لي أن الشهود سيذيعون ما جرى في تلك الليلة. تاما وتياميني، ستيني، يوزر سيف. يوزر سيف لا يفعل هذا كلماما، لكن واحدا من هؤلاء أذاع الخبر حتى بات هذا الأمر حديث المدينة برمتها. إنه فاكهة مجالس النساء، كلهن يقولن إن زليخة امرأة جامحة وخفيفة العقل. يا سخرية الأقدار، المشهورات بالرذيلة اللواتي ذاعت حكايات فسقهن في الأزقة والأحياء، بتن يدعين العفة ويرمين زليخة بخفة العقل. لكن حكايات فسقهن ليست حديث المجالس، فلا ريب أنه الناس يجملن وجوههن القبيحة بكثرة الحديث عن خبر زليخة. سوف أريهن ومعهن أهل المدينة حقيقة ما هن عليه، بحيث تطأطئن رؤوسهن خجلا من أنفسهن. سوف أبرهن لهن أن أي امرأة أخرى لو كانت مكاني لأثارت فضيحة أكبر مما فعلت بكثير. لقد وصل الخبر حتى إلى الخماه الكبير، ويقال إنه غضب واستاء بشدة. فلترحمني الآليات برحمتها، أنا على يقين أنه سيأتي إلى هنا لكي يؤنبني. صدق ظنك، فالموقر الخماه سوف يأتي اليوم إلى القصر. أنا لا أجرؤ على مواجهته. يا أمون الكبير، ساعدني. الخماه كان مسرورا، صحيح؟ لا لا، أنت مخطئ تماما. فعالي المقام الخماه كان حزينا وقلقا للغاية. لا بأس، فليشرفنا، هذا من دواعي سرورنا. أنت بمقدورك الآن أن تنصرف. لطالما كنت عدوا للمعبد ومتصديا لاستبداد الخماه، والآن بات علي أن أستقبله في قصري وأسكت على كلامه الجارح بحقي. لولا أنني أعشقك كثيرا لعاقبتك بكل قسوة. لو أنك زوجة غيري لسلمتك إلى الجلاد بيدي، لكن لا حيلة لي وأنت زوجة آمون أيضا. كنت على وشك أن تخونيني. عليك أن تقدم القرابين بين يدي أمون وتسأليه الصفح عن جرائمك. لا بأس عليك، لا بأس، سأصفح عنك. أتمنى أن يسامحك آمون أيضا. فليحيا عالي المقام يوزر سيف. سلام الله على نيميسابو أسود البشرة أبيض القلب. ما وراءك؟ لست أحمل إليك أخبارا سارة. ما جرى بينك وبين السيدة زليخة بات حديث الجميع. يبدو لي أن الناس لا شغل لها سوى الإفاضة في حديث الفضيحة. زليخة سلمت زمامها لنفسها الأمارة، وهذه النفس ستودي بها إلى مهاوي الردى، إلا إذا لجمت نفسها الأمارة وروضتها
يزرسيف سيدي، السيدة زليخة امرأة ماكرة جميلة، فكيف أمكنك أن تفلت من شراكها؟ لقد أفلت من غضب الجبار وليس من زليخة. من كان قلبه معقودا على حب الجميل الذي لا نظير له لا يعبأ المثل زليخة، ومن كان يؤمن بالعرض على الله تعالى لا يرى من المعصية إلا ألسنة نار جهنم. سيدي يزرسيف، ماذا؟ أخبرني ماذا عن حكاية الرضيع الذي نطق والأبواب المقفلة التي فتحت من تلقاء نفسها؟ يقول بعضهم إن يزرسيف سحر كل شيء. هذه كلها من ألطاف الله الرحمن الرحيم. خطر لي لبرهة أن الله ربي قد أهملني ووكلني إلى نفسي، وأنني كنت بمفردي أمام زليخة، لكنني رأيت بعد ذلك رأي العين أنه تعالى لم يهملني أبدا، بل كانت ألطافه تشملني طوال الوقت. من هو ذلك الشاب الوقح الذي لم ينحني أمامي؟ يزرسيف هو بنفسه. وأين هو بوتيفار؟ سيلحق بكم بعد قليل، ريثما تدخلون. عالي المقام، عالي المقام بوتيفار والسيدة زليخة. ماذا جرى حتى رضي الموقر الخماه الكاهن الأعظم لبلاد مصر أن يدخل إلى معبد قصرنا المتواضع؟ أمون خجل للغاية، لقد أهين الإله أمون أمام أعدائه. زليخة، أنت واحدة من آلهة المعبد ومن زوجات الإله أمون، أعظم آلهة مصر. أي عار هذا الذي جلبته إلينا؟ لقد عقدت قلبك على حب شاب يجاهر بالعداء لأمون ولم يتورع يوما عن منابذة كهنة المعبد ومعاندتهم. لقد خضعتما أمام شاب أجنبي كافر نجهل حقيقة معتقده، وبذلك أهنتما إلهنا أمون أمام إلهي هذا الفتى العبراني. هل تخلين أننا كهنة معبد الإله أمون سنحتمل الصبر على العار الذي صنعته؟ لو كنت زوجة بوتيفار عزيز مصر الموقر لوجب أن تعاقبي بقسوة. ما الذي تريدين قوله؟ أساساً هل تجرؤين على الكلام؟
أطلب منكم أن تسمحوا لي بالدفاع عن نفسي. سيدي ألخماه، أتسمح لي؟ أنا مسخم، قولي. أطلب منكم أن تمنحوني بضعة أيام وسوف أثبت للجميع أنني بريئة. وكيف لك أن تبرئي نفسك من هذه الفضيعة؟ هذا عين ما أرمي إليه، فأنا أريد أن أكون ما أفوه الذين يتكلمون عني. لا بأس عندي، فلنرى ماذا تفعلين. رغم علمي باستحالة استرجاع كرامة الإله آمون المهدورة. أنت قدمت على طبق من ذهب كأس السم الزعاف الذي سقاني إياه الكاهن ألخماه، وإلا فهو وصاحبه باديامون أحقروا وأعجزوا حتى من أن ينبحا على باب قصري أنا. كاليماما. نعم مولاتي. هيئي متكئا وأعدي لحفل ضيافة كبير، ودعي إليه نساء الأشراف والبلاط. فلدي ما أقوله. هل استدعيتني يا سيدة؟ بما تأمرينني؟ لن أجيدك بطلباتي. لا أطلب منك غير أن تحضر حفل الغد وأنت تلبس أحسن ثيابك. جمل نفسك كأحسن ما يكون، ومتى ما استدعيتك أدخل علينا مجلسنا وضع آنية الفاكهة أمامي ثم أرجع من حيث أتيت. هل تقضي لهذه الحاجة؟ لا مانع لدي، سأفعل ما تطلبين. انصرف الآن إذا شئت. أعددنا لجميع النسوة متكئاً وثيراً وفرشاً ناعمة أيضاً. أريد أن ينعمن بالرفاهية التامة. حضرنا لهن ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة. أكثرن من فاكهة الأطرش، وأعطينا كل واحدة منهن سكينا حادة وقاطعة. هل يأذن لي على المقام بوتيفار؟ ماذا تريدين قولي؟ أريد أن أبرهن أنني لست امرأة سيئة كما يخيل إليك. أتمنحني فرصة لذلك؟ حري بك أن تقري بذنبك فتتوبي منه، بدل أن تسعي إلى تبرير الجريمة الفادحة التي اقترفتها. أنا لست أطلب منك الكثير. أتمنى عليك غدا أن تقف لبضع دقائق قرب قاعة الاستقبال لترى الأحداث التي ستجري هناك. أحداث؟ لقد عزمت على أن أستعين بنساء مصر لأستعيد كرامة المهدورة. هل قبلت ما طلبته منك؟ حسنا قبلت. أشكرك كثيرا. Thank you.
لم أكن راغبة بقبول هذه الدعوة، لأن الحضور في مجلس زليخة بعد فضيحتها يجلب العار لصاحبه، لكن زوجي بديامون ألح علي لأحضر حفلها. أنا أيضا لم أكن راغبة، لكن فضولي دفعني للمجيء. كم أود أن أطلع على تفاصيل ما جرى بين زليخة وبين فتاها العبراني. فعلاً. أنا لم آتي إلى هذا الحفل إلا لأرى يزارسيف. أردت أن أعرف من هو هذا الذي شغف سيدته زليخة حباً. وما أدراك أن يزارسيف سوف يكون متواجداً هنا. لو كان ثمة مهرب لفررت من هنا، وإلا فإنه يشق علي أن أحضر في مجلس الشيطان الذي عقدته هؤلاء النسوة. سيدات مصر وسليلات أشرافها، اليوم وفي هذا الحفل ستحكم بيني وبينكن شفرة السكين القاطعة وقشرة الأطرج الرقيقة. أتمنى عليكن أن تمدن أيديكن إلى الأطرج متما أشرت عليكن بذلك. أقمت هذه الضيافة لسبب سوف تعرفنه عما قليل. ضيفاتي العزيزات، يمكنكن تناول الأطرج. يزارسيف، ادخل علينا. Thank you.
إنه جميل جدا وحسن الوجه، لم أرى أجمل منه في حياتي. إنه ليس بشراً، إنه ملك كريم. إنه ليس بشراً، بل هو إله الجمال بعينه. هذا هو الغلام الذي لمتنني لأنني راودته عن نفسه. كنت أصبو إليه، لكنه استعصم وصدني. أنتن لم ترينه غير مرة واحدة، فأطار اللب من عقولكن. أما أنا فأراه كل يوم. إنه يغدو ويروح كل يوم أمام ناظري. ماذا كنتن لتصنعن لو كنتن مكاني؟ إنه ملك تجسد بهيئة إنسان، أو لعله قبس من ضياء السماء وأنوارها التي تسطع على الأرض. كأنما هو كائن سماوي هبط على سطح الأرض، أو لعله من سنخ الآلهة التي تتقمص أجساد الأدميين، أو ربما كان واحدا من آلهة النور التي نزلت من عليائها إلى الأرض كي تحث بني البشر على عبادتها. أقسم إن زليخة لا تلام على فعلتها. يوزارسيف ليس بشراً كسائر الخلق. هذه كلها ترهات. إنه بشر مثل ما نحن بشر. لكنني أسألكن الآن، ألا يستحق مثل هذا الفتى الملائكي أن أتحمل فيه وزر التهمة؟ هل تراكن تلمنني الآن وتنعتنني بالضلال؟ لا، أقر أنك معذورة فيما فعلت، وأننا نساء مصر أخطأنا بحقك. وهذا هو غرضي من الضيافة. إلهي، اهدي جميع العاصين إلى سواء السبيل، ونجني من كيد الشياطين وحبائلهم. لقد نلت مرادي من هذا الحفل. عدنا إلى بيوتكن. رأيت كل شيء، لا حاجة بك إلى الكلام. أي شيء تريدين أن تستخلصي مما جرى؟ أليست الخلاصة جلية أمامك؟ كانت جلية بالكامل. كأنك تريدين أن تقولي أنك معذورة في مراودة يوزارسيف عن نفسه، لأن نسوة مصر الجامحات حين رأينا يوزارسيف قطعن أيديهن. لا يجوز لك أن تبرري فعلك بردة فعل نساء مصر اللاهيات. هل هن حقا مثلك وأنت مثلهن؟ لماذا لا تتأسي بالعفيفات النقيات من النساء؟ استدعين عدداً من نساء مصر حتى يبلغن يوزارسيف برسالتي. مولاتي، أليس من الأجدى أن تضعي حداً لهذا؟ نحن نخشى عليك من مآل هذا الأمر، ونحرص على سمعة الموقر بوتيفار. كفاكن تطفلاً الآن. عليكما أن توصلا رسالتي إليه. افعلا ذلك مهما كلف الأمر. عليه أن يستسلم لمشيئتي وأن ينزل عند رغبتي،
فإن أبى ولم يفعل ما أمره به سوف يكون من الصاغرين. قولا له الآن وقد هتكت حجب الحياء والعفة، سأخوض الحرب حتى أفوز أو أهلك. من من النساء ترينها جديرة بأداء هذه الرسالة عنك؟ وما أدراني أنا، اختاري منهن من كانت وقحة تجرؤ على النطق بهذه الكلمات. إلهي، إني أسألك أن تصرف عني كيد هؤلاء النسوة، وأن تخيب مكرهن خشية أن أصبو إليهن فأكون من الجاهلين الظالمين. هذا ليس من الإنصاف في شيء، لقد اشترتك زليخة بمالها ونمى حبك في قلبها طوال سنوات، وها أنت تظلم نفسك بعصيان أوامرها. لن تجني من تمردك سوى السجن. كنا على ثقة بأنني لن أستسلم لزليخة أبداً، لأنني إذا طاوعتها فيما تطلبه أكون بذلك قد عصيت ربي. لا بأس عليك، إذا اختر واحدة منا، لأن طوقنا إلى وصالك لا يقل عن شغافها بك. ما أسفهكما من امرأتين، إذا كنت قد صددت السيدة زليخة ولم أطعها في المعصية مع ما لها علي من إحسان، فكيف سأطيعكما وأنتما أجنبيتان؟ وجهك المحبب والحنون يدل على قلبك المرهف، وليس من شيم الأكابر أن يصد الوليين بحبهم. إذا كررتما على مسامع طلبكما الدنيء من جديد، فسوف أجهر بالسوء من القول لألعنكما على مسمع من الخلق. يبدو لي أن الموقر يوزرسيف قد وطن نفسه على تحمل أصناف العقاب. كن على ثقة بأننا ومعنا زليخة لن نكف عنك حتى ننال منك ما نريد، وإذا لزم الأمر فلن نتردد في أن نمضي بعقوبة السجن بحقك. هيا، هدية مولاتنا. من تربى في حجر الأنبياء لا ينخدع بمكر العبثات ولا يضره كيد عابدات الهوى أبدا. الطائر القدسي الذي يحلق في ملكوت الله لا يقع في الشراك المنصوبة للغراب والحدأة. فليحيا عالي المقام يوزرسيف. إياك أن تنحني أمام ثانية نميسابو. في الواقع سيدي لقد تعودت على ذلك لا أكثر، تعلمت منذ أن كنت طفلا صغيرا أن أنحني أمام الكبار. اسمع، الذي يجب على جميع الخلائق أن تنحني أمامه لست أنا. إنه حقا جدير بأن يعظم. ماذا تريد؟ أنا لا أريد شيئا، ولكن ماذا أردت أن أقول؟ ماذا؟ لقد تذكرت، أردت أن أقول لك سيدي أن النسوة التي خرجنا من حجرتك قصدنا من فورهن السيدة زليخة. بديهي، فهي التي أرسلتهما لكي يجبراني على أن أمكنهما من نفسي، والآن ذهبتا إليها لتستعرضا إخفاقهما أمامها. قل لي نميسابو، هل تعرف لأي شيء تستعمل هذه المناديل؟ لماذا جعلت المناديل تحت قدميك سيدي؟ إنها علامة الرغبة فيك. أي امرأة أرادت أن تبدي لرجل رغبتها فيه نولته واحدا من هذه المناديل أو بعثت به إليه، لكنك جعلتها تحت قدميك يا سيدي. ليت أحدهن كانت تلحظني بطرف عينها فتبعث إلي بواحد منها. حسنا، فهمت، لقد فهمت، علي الانصراف، لا بأس، سأكف عن الكلام الذي لا طائل منه سمعا وطاعة. ولكن يا عالي المقام، ما تفعله يجافي أصول التعامل مع الحسنوات. Thank you.
استنفذنا الحيل ولم نقدر على ترويضه. لو كان حجرا لرق قلبه لحالي، لكن يوزرسيف أصلب من الصخر الأصم. لقد ذهبت جهودنا سدى. لن ننال مرادنا. حسنا، وكيف تنصحنني أن أتصرف؟ أما من سبيل إليه؟ يوزرسيف يجب أن يسجن، إنه سبيلنا الوحيد. السجن؟ إذا دخل السجن سيعرف قدر نعمة البلاط الذي يقيم فيه. متى ذاق طعم الحبس سيذعن لك ويطيعك فيما تأمرين. لكنني لا أطيق هذا الأمر، سوف يحول السجن بيني وبينها. إذا كنت ترغبين بترويضه فعليك أن ترضي بسجنه. هذا مجرد تأديب، الحبس المؤقت كفيل بأن يروض عصيان يوزرسيف. سوف يحطم السجن كبرياءه. ومتى ما أذعن لك تطلقين سراحه. استدعيه إلى حجرة الأبواب السبعة.